لو انت متجوز ولسه قاعد مع مراتك في نفس البيت ومعندكش زميل محامي يطمن عليك كل فترة يتأكد ان محدش شاف عليك قضية كده ولا كده، يبقى انت لازم تشوف الفيديو ده للآخر. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأفضل حياة. من كام يوم حد كلمني في التليفون قال لي مراته كانت هم عايشين مع بعضهم وبيصرف عليها عادي خالص، عايشين مع بعضهم في نفس البيت، عمل لها بيت والبيت كله بتاعه وعاش في البيت. اتفاجئ ان في امناء شرطة جم خدوه وهو نايم. ليه؟ تخيل ان مراته وهي عايشة معاه رفعت عليه دعوى نفقة وكسبتها، مش بس كسبتها وكمان رفعت بعدها دعوى حبس. حبس يا إما تتحبس يا إما تدفع المبلغ ده. المبلغ ده كان 75,000 جنيه. هو ما كانش يعرف بأي حاجة أصلا، هو اتفاجئ إن جم بتوع التنفيذ خدوه، هو في الاسم عارف. مراته راحت له اسم، قالت له بص بقى، لو عايزني اتنازل عن القضية او عن الحكم ده اللي هو ابو 75,000 جنيه، لازم تكتب لي البيت كله، تكتب لي المكنة. ليه مش عارف المكنة يعني؟ ايه البيت كله والمكنة؟ طب ليه؟ ليه؟ هل في بيت اصلا ب75,000 جنيه؟ اكيد لا. فتخيل انت كده دوت قاعد عايش مسالم كده، طيب طيب لما انت طيب، لان انت عملت مصيبه قبل كده وربنا ايه بيخلص يعني. فانا مش عارف احنا واصلين لحد فين. تخيل انت تبقى قاعد كده مع مراتك زي الفل، تلاقيها رافعه قضيه وانتوا الاثنين نايمين في اوضه واحده. فالشخص ده كل واحد يحرص صراحه يعني. طبعا الحوار ده مش بيحصل على طول يعني، ده اكيد كان منه مشاكل سابقه عشان كده حصل الحوار ده، ولكن انت لابد فعلا ان يكون معاك زميل محامي يطمن عليك كل فتره، يكشف عليك على البضاعه، يكشف عليك، ممكن يلاقي تشابه اسماء، يكشف على اي حد في عليك دعوه كده ولا كده. فيا ريت يبقى معاك زميل محامي. الراجل ده هيعمل ايه؟ الراجل ده هيعمل ايه؟ الراجل ده يعني ده رايي من ارائنا، ممكن يتحبس الحكم، الحبس ده ممكن يتحبس 30 يوم مش هيدفع، ولكن الدعوة دي هتتحال لدعوة تانية، هي دعوة حبس صادرة من محكمة أسرة هتتحول لمحكمة جنح، يعني كده هتتحول أكنها وصل أمانة، لكن هتقعد فترة كبيرة عقبال ما تتحول لوصل أمانة، تنزل جلسة تاخد حكم وتيجي تنفيذ والكلام ده. ف ده كان رأيي. طيب لو هي دلوقتي يتحبس، يتحبس هو فعلا شخص لحد الآن محبوس، قال لها أنا مش هديكي ولا مليم وهتحبس. يلا بقى طالما هي قلة الأصل بقلة الأصل، أنا مش عارف إزاي الناس جايبة قلة الأصل دي منين. يعني تخيل كده هوت واحد كان نايم يصحى على أمناء شرطة، تعالى مراتك اللي هي عايشة معاك رفعت دعوة عليك وكسبتها وكمان عايزة تحبسك. والغريبة في الموضوع ان هم لسه قاريين مثلا فتح بنتهم او جوزوه حاجة كده من فترة قريبة. تخيل انت، تخيل انت تروح تناسب حد تلاقي حماك محبوس. ليه؟ ان حماتك رفع عليه قضية. موقف صراحة يضحك ويحزن. تخيل انت مثلا الجمعة دي رحت انت خطبت بنت خلاص، جبت لها الشبكة، جبت لها الذهب، شبكتها، الجمعة اللي بعديها فين بابا؟ في السجن. ليه؟ اصل ماما رفعت قضية. مجتمع حتى واحنا عايشين في شقة واحدة مجتمع متفكك، أسرة متفككة حتى لو عايشة في بيت واحد. ما اعرفش لحد امتى الأسرة دي تبقى ماشية كل يوم بتفكك، هل بسبب السوشيال ميديا، هل بسبب بعدنا عن الدين. الحقيقة كده انا هشوف آرائكم تعليقاتكم ايه عن الموضوع ده، ولو حد حصل له الحوار ده ايه هي تبقى رد فعله. وفي النهاية اوعى تنسى تدعم القناة، واوعى تنسى تدعم غزة، واي برضه
تعليق او اي استفسار اكتبه في تعليق على الفيديو. بس يا سيدي وقامت معيطة. يلا يلا، السلام عليكم.